السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ سلسلة طويلة جدا جدا في شرح سلسلة برامج اسمها سايب سي واي بي اي. زي ما انت شايف في برامج كتيرة في الاستراكشر في الام اي بي في ديت في المانجمنت في دوكومنتس في الانفراستراكشر، فان شاء الله كل واحدة فيهم هيبقى فيها اكتر من فيديو بإذن الله، فان شاء الله تابعوا القناة. طيب سايب فاير اقول له اكسبت، طيب هنا هقول له اكزامبل، يعني هبدا اشوف. ممكن تقول له نيو وممكن تقول له فايل مانجر. نيو هتبدا من جديد، فايل مانجر هتعمل سيرش عندك على الجهاز بتاعك. اكزامبل دي حاجات جاهزه، هختار مثلا النيو اوفيس واقول له اكسبت، فبيبدأ يفتح معايا زي ما انت شايف في اكتر من دور، وكل دور فيه التصميم بتاعه والتوزيع بتاعه. هنشوف مع بعض ازاي نعمل التوزيع دوت، فمحدش يستعجل. هنبدأ مشروع من الاول خالص ونبدأ نشوف ازاي نقدر نعمل التوزيع. هنا بتلاقي هنا الاوبشن اللي موجودة، الجنرال داتا، اللايبراري. طيب ممكن نقوله مثلا عايزين نحط سبرينكلر، الريفرنس بتاعي تبدا تشوف بقى الريفرنس بتاعك. هنا التايب بتاعك طبعا في بندد وفي ابرايت وفي سايد وول، تقدر تضيف الحاجه اللي انت عايزها، السبرينكلر اللي انت عايزه. ولو انت عايز تضيف دروب ليه هيقول لك المسافه. فده ما تشوف هو برنامج تصميم كويس جدا لموضوع الفاير فايتنج. تمام، فبيقول لك ابدا بقى حط الستير. طبعا ممكن تحط في الستير، او كنت مش بلزمك بس يعني مش هندخل في التفاصيل، بس ممكن لو في خشب او كده تقدر تحط في الستير حمالي. او ممكن تقول له اوتوماتيك جنريت وتختار بقى تايب اوف جنريشن، تايب ال 3 دي ارانجمنت اكسبت، وتبدا تحدد مثلا غرفه معينه. مجرد ان انت دوست رايت كليك الغرفه كلها حصل لها التوزيع بتاعها. تمام، انا دوست كنترول عشان ارجع عن الخطوه دي، بس زي ما انت شفت في طريقه اوتوماتيك يحصل كل التوزيع، والتوزيع كله بيحصل بالاكواد زي ما انت شايف بيبدا يعمل حسابات بتاعته. يعني الغرفه دي لو كبيره هتلاقي المين بدل ما هو كان 40 ملم لا ممكن يبقى 60، يعني حسب الكود اللي ان في بي اي، ونقدر نحدد انهي كود اللي احنا عايزين نشتغل بيه. تمام، طيب عايز تبدا بقى توصل بايب، فعندك هورزونتال وعندك فيرتيكال، وتقدر تحدد السايز والتايب واللينس وكل اللي انت عايزه اكسبت، وتبدا بقى توصل مثلا وليكن مثلا همشي بالشكل دوت. وتقدر توصل بقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ونقدر نغير التوزيعات زي ما احنا عايزين، ونقدر نحط هانجر بالشكل دوت. وكل ده نقدر نشوفه في ال 3D موديل، ونقدر نخفي ونظهر ونقدر نتحكم في كل حاجة في المشروع بتاعنا. يعني ممكن نقول له اخفينا كل مثلا الشغل بتاع الكهروميكانيكال والغير المعماري وخلي الكهروميكانيكال، حيث نعمل فحص للشغل الموجود. هنشوف الحاجات دي كلها بالتفصيل في الدروس القادمة بإذن الله.